السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بسطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية هالخيرات تنوري والجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال أبنات ولاد بتاريخ 30/11/2024، هالخيرات تاعت الخيل في السوق الأسبوعي بسطات تنوري والجميع الحباب تاعنا فين ما كانوا. 50,000 تاع الدرهم، عاود عالية وعاود بالرقبة تاعتهم كما تشوفوا معنا هنا في السوق الأسبوعي بسطات. قال الفرق عند الوليد برقي عالية كما تشوفوا هنا في السوق الأسبوعي بسطات، تقول 50,000 تاع الدرهم. اش داير في السنة صاحبي؟ رباعي. أربع سنين عرفت، رباعي شموع. لا ما فيش ستاتي، في شموع من رباعي للشموع، هادشي اللي سامع أنايا تقريبا في الخيل. لا بركي زين عالي وزين. بالرقبة تاعتو. تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. وشرويط شحال تقولوا لهذا؟ دابا كنقولوا واحد 3 ملايين معطيه، 3 ملايين تيقول لنا شرويط هنايا في السوق الاسبوعي بسطات. واللي ما عرفوش ديما في المملكه المغربيه الخيرات التنوري مرحبا. مرحبا عاري الزيتوني، عاري عاري مرحبا. ماشي من قيسره عاود عالي عاود زين. ويني راه عاود عاود السين عاود انا بحال ولدي صغار. هذاك ما شوف الدرابي انت تبقى خدمت هذيك اليوم الدرابي وهي تزغرت قالت ترجع لبكره انا رجعت. دعوا تيقولوا عاطينو 7 ملايين ضرب عليه شوقك. الله يحفظك الله يبارك لك. مرحبا. ديديكاس لعبدو. مرحبا. عبدو. مرحبا بك وبعبدو. ديما نحنا في السوق الاسبوعي بسطات، هذا عاطينو 7 ملايين مازال تيترقدو به، تنوريه لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تاعنا في المكان. سيرة
هذا الشرويط وخوت كاملين هات كاملين محنا بادو الله يسلم واحد واحد البارح تحيه كبارح والزيتوني الخامس يا كفا والزيتوني الخامس تحيه الركراكي وعوض الله وبيه الكرمجي اخويا خاصني نبيع ونشري بيع ونشري اخويا الله يسر ليكم الله يسر ليكم جي من في المملكة المغربية قناة الزيتون واش حبيني بولاد امي انت امي انت الله تيقول لنا تاقوا عود علي تاقوا عود زيت السن كيدير عارف شرفهم اش طاو كاس على بعدينا مرحبا توهوكا يلا كلكم مرحبا في قناة زيتوني مرجان مرحبا قلت يا الله جوج ملايين بالوراق توعب اش دير في السن خمسة سنين وعلي شحال هذا؟ شحال عاود عبد واحد؟ والله غير شبيه وشريناه مزيان مزيان مبروك اسيدي الله يبارك فيك ضرب واحد الدوره في رحمه ربي وهادي نخليوها لك حتى هنا ورا خلينا يقول لي عجبك صغر التوكل نخلصوا فيه ما بشحال داروا فيه السبعة قالوا كل ربع سبعة سبعة ملايين عود علي عود عود الركبة محمد محمد ديما نحن في المملكة المغربية ب 30/11/2024 أوراقهم هذا عدو هذا ما عدوش أنت تو إسماعيل والعرعري تقوم يا ولاد عبدون تقوم يا ولاد عبدون أهلا أهلا وسهلا كيدير بخير الله يحفظك 50 أش دير في السن؟ ست سنين بركي قال لي نضرة في البركي كاع ما يجري هو قاعد ديما نحن في السوق الاسبوعي بالصطاد هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان والحباب تاعنا واقفين مكان هادا تاع مصطفى من ولاد عبدون بخريب كاع واش بغيتيني نهرس في التليفون؟ ها بغيتي ترجع لصالح ود عمك راه صالح راه ود عمو لا لا صالح راجل عليك اها صالح كان تبغى خدمة القناة اها حيد عليك صالح ولدي تزوج حرجتي علي جاي عايرني وصوتني وشحال مصطفى خويا شحال؟ مصطفى كيقول مليون و40 يجيبه حتى هو مليون و40 هو راه ما يجيبش حتى مليون